تلقاها في ظل هذه الظروف الاستثنائية مجموعة من الشباب بمنطقة أنزا وسدارت التابعة لنفوذ عملة أكادير إلى وتنان، حملة هدفها حث المواطنين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج لتفادي تفشي العدوى، وعبرها يتم التسوق عن بعد للمواطنين في بادرة تنم عن روح التضامن والتآزر وتقديم العون في هذه الظرفية. روبرتاج حجب تمك، محمد أمين عموري، وفجاج المعمري. خليك في دارك أنا نسخر ليك، هي حملة أطلقها مجموعة من الشباب بأنزا وتدرت لقضاء أغراض المواطنين وجلب ما يحتاجونه من سلع وأدوية وغيرها، تفاديا للخروج من منازلهم عقب قرار تطبيق حالة الطوارئ الصحية ببلادنا والحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. غير في دار صافي اللي محتاج شي حاجه عيط ليا. كاينين المسنين اللي كيمشيو للسبيطار كيجيبوا ادويه ديال امراض مزمنه بحال مرض السكري او امراض الربو، حنا كنتسخروا لهم بهكا غادي نتجنبوا هذا الفيروس هذا وتضامنا مع هاد الناس، وكنشكرهم حتى هما تفهموا الامر وخلوهم في ديورهم. حنا ما يقارب 15 واحد من الشباب ديال تدات انزا، الاجراءات اللي كنديروا الوقائيه ملي كنمشيو عند شي واحد للدار وما كنعقموا الايدين ديالنا، وحنا واعيين بضروره هذه المساله هذه، والوقايه خير من العلاج كما كنقولوا، وتحت الشعار بقى في دارك انا نسخر لك. حملة أطلقها هؤلاء الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الاتصال بهم عبر الهاتف عند الحاجة، خاصة لكبار السن لحمايتهم من هذا الوباء وتوعيتهم بالبقاء بمنازلهم. ما قدرش مريضة وخصني كلشي في الدار. ملي دقات قلت لوالدي سميتو قال لي كاينين الدراري، جا عيط عليهم وجاو مساكن جمعوني داكشي اللي عطوني الله يعطيهم الخير الله يجازيهم بخير. اول حاجه كانت الفكره ديالنا حنا كشباب المنطقه اننا نلونسوها في الفيسبوك على الناس اللي هما مراض والناس اللي ما يقدروش يخرجوا من الديور ديالهم، وبالاخص اللي ما عندهمش الدراري في الدار وهادي، ولقات واحد استجواب من الساكنه، والحمد لله راه التليفون راه ما كيسكتش راه من الصباح حتى العشيه. بادرة تطوعية لهؤلاء الشباب تؤكد روح التضامن والتآزر لدى المغاربة خدمة للوطن وللمواطن في هذه الظرفية الخاصة.